أهلا بحضراتكم. كتير من الأشخاص اللي بيتعرضوا للشعور ببعض الألام أو التعب لتناول الأدوية دون استشارة الطبيب، وبيعتقد هؤلاء الأشخاص إن ده هيوفر الوقت والجهد، لكن في الحقيقة تناول الأدوية دون وصف الطبيب بيعرض الشخص لخطر استخدام تركيبة خاطئة أو جرعة خاطئة قد تضر صحته ويكون لها أثر كبير على الصحة ببعض الأمراض، خصوصا أنه عند تناول الأدوية بشكل عشوائي تزداد احتمالية الإصابة بالأثار الجانبية لهذه الأدوية والمتمثلة في القيء والدوخة والصداع ونزيف بالجهاز الهضمي. مش بس كده، ده كمان ممكن تتفاعل الأدوية مع بعض عند تناولها في نفس الوقت، الأمر الذي يهدد الصحة العامة ببعض الأضرار. فمثلا إذا تناول الشخص دواء مسكن، دواء مضاد للالتهاب، فمن الممكن أن يضر ذلك بصحة الكلى أو الكبد لأنهما يحتويان على المواد النشطة نفسها. ولا تقتصر مخاطر تفاعل الأدوية مع بعضها البعض على الإضرار بصحة المريض، بل قد تفقد بعض العقاقير فعاليتها عند تناولها مع عقاقير أخرى. فعلى سبيل المثال تعمل أدوية تخفيف الاحتقان على رفع ضغط الدم، وهو ما يتعارض مع الأدوية المخصصة لخفض الضغط. كمان ممكن يكون بعض الأشخاص بيعاني من الحساسية تجاه المركبات الموجودة في بعض الأدوية، وبالتالي يجب استشارة الطبيب لوصف الدواء المناسب الخالي من هذه المركبات حتى لا تتفاقم أعراض الحساسية والمتمثلة في الالتهابات الجلدية والكحة وارتفاع درجة حرارة الجسم وبعض المشكلات في التنفس. من بين أكثر الأشخاص الذين يجب عليهم عدم تناول أدوية بدون استشارة طبيب هم السيدات الحوامل، لأن ده بيعرضهم ويعرض الجنين للعديد من المشكلات الصحية، والتي من بينها التسبب في الولادة المبكرة أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية. ونصحت وزارة الصحة والسكان بعدم تناول الأدوية إلا تحت إشراف الطبيب. وبمناسبة الحديث عن الصحة والأمراض، كشفت وزارة الصحة عن كيفية انتقال واحد من أكثر الأمراض التي تصيب الكبد ويمكن أنها تسبب أمراض حادة ومزمنة مثل التليف الكبدي وأورام الكبد السرطانية، وهو فيروس الالتهاب الكبدي فيروس سي. وكشفت وزارة الصحة أن عدوى فيروس سي بتتنقل من شخص لآخر عن طريق مشاركة الأدوات الشخصية كفرشاة الأسنان والشعر وقصفات الأظافر والمقصات. كمان ينتقل من الأم الحامل المصابة إلى الجنين، وأيضا ينتقل عن طريق بعض الممارسات الطبية غير الآمنة كإعادة استخدام السرنجات أو الأدوات الطبية الغير معقمة. مستمرين في تغطية إخبارية على شكرا جزيلا لحضراتكم.